السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 14 من كورس البرونسيشن، ودي سلسلة بنتعلم فيها نطق الأمريكان، وده هيسهل علينا جدا. لو أنا عايز أسمع أي حد بيتكلم إنجلش أقدر أفهمه بسهولة، ولما أجي أتكلم إنجلش الناس برضه تقدر تفهمني بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الفلاب تي. دي آخر حلقة هنتكلم فيها عن التي ساوند، اتكلمنا عنه في حلقتين قبل كده فاتوا. ملحوظة بسيطة، لو أنت يعني ما قلتش النطق زي ما هو موجود بالطريقة دي برضه عادي مفيش مشكلة، يعني لو قلته كأنه تي عادية جدا لو قلته تي عادية مش هيبقى فيها اي مشكلة، بس لو قلته بالطريقة التانية يعني هي دي الطريقة الشائعة واللي هتسمعها من اي حد بيتكلم انجليش نيتيف، يعني لغته الاساسية الانجليش، بتسمعها بالطريقة دي، يعني هي طريقة شائعة جدا فهتفيدك جدا. لو مش هتستخدمها يبقى عشان تسمع وتفهم بسهولة جدا. الفيديو كالعادة بيتقسم اربع حاجات، اول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة القاعدة اللي معانا ازاي انطقها وامتى انطقها، ورابع حاجة هناخد امثلة في شكل كلمات وجمل كتير عشان الموضوع يثبت معانا اكتر. اول حاجة معانا وهي النطق الغلط، فبقول better better little little party party. تاني حاجة معانا وهي النطق الصح، better 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 little 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 party party party. طيب القاعدة هنا باختصار جدا، التي هنا ممكن تقولها بحاجتين، ممكن تقول ان هي fast دي fast دي fast دي، فانت هنا مش هتقول دي كاملة، مش هتقول ده، لا هتقولها يعني ده ده ده، هتقول دي خفيفة جدا كده، دي خفيفة وسريعة. او في الحل التاني ان انت ممكن تقولها ره 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 ره، هتقولها ره اللي هي الره بتاعت العربي اللي هي الراء، مش هتقولها ار زي احنا اخدنا في حلقة قبل كده الفرق ما بين الره بتاعت العربي وما بين الار. ممكن تشوف الحلقات اللي فاتت هتلاقي حرف الار عشان تعرف احنا مش هنقولها ار، هنقولها ره ره. فدول الطريقتين اللي اقدر انطق بيهم التي دي. طب امتى بقى اقدر انطقها كده، يعني امتى لما اشوف ايه انطق التي، لما اشوف التي ايه انطق اقدر انطقها بالشكل ده؟ عندنا ثلاث حالات. اول حاجه لما بلاقي التي between two vowels between two vowels، اول مثال عندنا اللي هو better 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 better، فهلاقي هنا ان التي ما بين اي و اي فبقول better better better. تاني مثال عندنا اللي هو little little little، وهنا لما بلاقي تي قبل حرف ال L، ودي تاني حاجة عندنا لما بلاقي تي قبل حرف ال L فبقول little little little. تالت واحد لما بلاقي تي قبل حرف ال Y قبل حرف ال Y فبقول party party party. فباختصار كده التي هنا بنطقها حاجتين، يا اما دي خفيفة وسريعة جدا يا اما ره اللي هي الره بتاعت العربي. وامتى انطقها كده؟ في ثلاث حالات، لما بلاقي التي between two vowels زي الاي والاي والاي والاو واليو، او لما بلاقي التي قبل حرف ال، او لما بلاقي التي قبل حرف الواي. تعالوا بقى نشوف امثلة اكتر عشان نثبت الموضوع اكتر. تساري تساري تساري، دوري دوري دوري، better better better، ability ability ability، matter matter matter، meeting meeting meeting، quality quality quality. تعالوا ناخد امثله الكلمتين مع بعض. it is it is it is، get up get up get up، try it on try it on try it on، eat out eat out eat out، at 11 at 11 at 11، wait a minute wait a minute wait a minute، put it off put it off put it off. تعالوا ناخد بعض الأمثلة لبعض الجمل. I'll eat it a little later. I'll eat it a little later. I'll eat it a little later. It will be better if you heat it before you eat it. It will be better if you heat it before you eat it. It will be better if you heat it before you eat it. He bought a lot of bottles of water. He bought a lot of bottles of water. He bought a lot of bottles of water. Tell the waiter to bring it a little later. Tell the waiter to bring it a little later. Tell the waiter to bring it a little later. I'd better go to the meeting at 11. I'd better go to the meeting at 11. I'd better go to the meeting at 11. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي اسئله اكتبها لي في الكومنتس، او في مواضيع معينه عايزين نتكلم فيها اكتبها لي في الكومنتس. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، وما تنساش تشوفوا الحلقات اللي فاتت هتلاقيها في القناه، وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. شكرا لكم وباي باي.